الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا. اللهم صل على إمام الأنبياء وخير من مشى تحت أديم السماء النبي محمد. اللهم ارزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين وارزقنا حب الصالحين. الليلة أحبابي الكرام أحدثكم عن رجل ربما لم تسمعوا عنه من قبل. يا ترى هل هو نبي أم هو رجل صالح؟ ما الذي وردنا عنه؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحدثكم عن دانيال عليه السلام. دانيال عليه السلام أشهر ما في الكتب وأكثر أقوال أهل العلم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه في الفترة ما بين موسى عليه السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام. دانيال قصته مرتبطة بقصة بختنصر. بختنصر الملك الفارسي الجبار الظالم اللي مذكور في أول سورة الإسراء، اللي ربنا سبحانه وتعالى سلطه هو وقومه على بني إسرائيل فجاسوا خلال الديار. بيذكر أن بختنصر لما دخل الأرض المقدسة ظل يذبح في بني إسرائيل حتى كانت دماؤهم في البرك تصل إلى ركب الخيل. عارف الناس لما تقول لك وبقى الدم للركب، بيقولوا إن المثل ده مرجعه إلى هذا الوقت. لما دخل بختنصر الملك الفارسي الوثني بيعبد النار أو بيعبد الأصنام، ربنا سبحانه وتعالى سلطه على بني إسرائيل بذنوبهم وبظلمهم فجاسوا خلال الديار خربوا القدس وخربوا بلاد الشام. بيقولوا عنه إن هو قتل ثلث بني إسرائيل وأسر ثلثهم وترك ثلثهم الزمنى والمرضى والعجائز. بني إسرائيل في الوقت ده كانوا ما شاء الله كثير، ربنا عقبهم وسلط عليهم الملك الظالم ده، قتل من مقاتلتهم ثلث بني إسرائيل وأخذ الثلث الثاني نساء ورجال سبايا أسكنهم في بلد اسمها أصبهان، وهي دي اللي النبي قال عنها يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، وفي بعض الروايات من يهودية أصبهان، بلد في أصبهان اسمها يهودية أصبهان هيتبع الدجال. المهم بيذكر أن بختنصر لما دخل بغداد أخذ دانيال هذا، أخذ دانيال
وهو رجل على أصح ما قيل، لأن بعضهم قال أخذه وهو طفل صغير، أخذه وهو رجل فألقاه في جب وجعل في هذا الجب أسدين، أسدا ولبؤته. بيقولوا بختنصر ده كان عنده جب بئر كده كبيرة وضع فيها أسد ولبؤته. لما يأخذ رجل ويريد أن يعذبه عذابا شديدا ويقتله قتلة عجيبة يلقيه في هذا الجب، فأخذ دانيال فألقاه في هذا الجب فإذا به ينظر فإذا بالأسد واللبؤة يلحسانه ولا يضرانه. ظل الأسد واللبؤة لبؤته يلحسان هذا الرجل وما أصابه بسوء. سبحان ربي العظيم. بيقول فجاءت أمه ونظرت إليه فخرج سالما، فلما خرج من الجب سالما ذهب إلى صائغ وقال له اصنع لي خاتما وارسم عليه صورة رجل وأسدين يلحسانه. فرسم على الخاتم بتاعه. القصة دي ثابتة عن بعض الصحابة، هحكي لك الوقت اهو، بس اصبر علي قول امين. يا رب اهدينا يا رب. خاتم ورسم عليه صورة الأسدين ورجل وهما يلحسان، قالوا له ما هذا؟ قال حتى أذكر نعمة ربي علي. خد بالك ده ما فيش مانع ان التصوير كان عندهم حلال مثل هذا، لكن احنا حرام عندنا لان ده هيبقى تمثال لا يحل. فالمهم رسم الصورة وجعلها خاتما في يده. القصة اللي أنا بحكيها لك ده هي واردة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، إن هو حصل على هذا الخاتم وأسند إلى أبيه أبا موسى الأشعري إن هو سأل أهل تستر كما سيأتي فقالوا له القصة بالتفصيل. فاللي حصل يا صاحبي ربنا يهدينا ويهديك قول أمين، إن بختنصر طلبه مرة أخرى وجاء به. فلما جاء دانيال إلى بختنصر، شوف يا أخي جبروت الملوك وظلمهم، قال له إني رأيت رؤيا ونسيتها وأريد منك أن تعبرها لي. يا أنا شفت رؤيا في المنام بس نسيها وأريد منك أن تفسرها لي. دي بقى مصدرها إيه القصة دي يا ناس؟ دي موجودة الآن في سفر دانيال في العهد القديم في كتب أهل الكتاب في كتب اليهود والنصارى. طب أنا بحكيها لك ليه؟ بحكيها لك لأن فيها إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول لدانيال ايه هي الرؤيا وايه تفسيرها؟ مانيش فاكر.
فقال له دانيال عليه السلام: أيها الملك، رأيت صنما رأسه من ذهب وساعداه وصدره من فضة وبطنه وفخذاه من نحاس وساقاه من حديد ورجلاه من خزف؟ قال له: صدقت. فقال له: ورأيت حجرا ضرب الصنم فكسره، ثم أصبح هذا الحجر ملكا عظيما كبيرا لا يقوم له شيء. قال: صدقت. فما تفسيرها؟ قال: أما الرأس فهي ملكك، يكون قويا. بختنصر ده يا ناس من الذين ملكوا الدنيا كلها. العلماء بيقولوا ملك الدنيا مؤمنان وكافران. المؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه السلام، والكافران إن نمرود بن كنعان اللي كان أيام إبراهيم النبي صلى عليه، وبختنصر هذا. فقال له: الرأس من ذهب تمثل ملكك، والساعدان والصدر من فضة تمثل ملك ولدك، وسيكون أضعف من ملكك، والبطن والفخذ من نحاس تمثل ملكا بعده ويكون أضعف، وأما الساقان من حديد فملك قوي يكون بعد ذلك، وأما الرجلان من خزف فملك في غاية الضعف، وأما الحجر الذي يحطم الصنم فنبي يبعثه الله في آخر الزمان يهلك ملكك وملك أبنائك، ثم يقوم ملكا عظيما كبيرا، يعني يصبح ملكه عظيما كبيرا لا يقوم له شيء إلى قيام الساعة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيفسر الرؤية دي بالتفصيل، يقول: ومن ذا الذي يستطيع أن يفسر هذا الحجر الذي حطم هذا الصنم إلا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اللي أهلك ملك الفرس يا ناس؟ مش أمة الإسلام؟ والنبي قال صل عليه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد اليوم، يعني لن تقوم للفرس قائمة بعد ذلك. وحدث بالفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في حوالي 50 نص من نصوص أهل الكتاب جمعها فيها إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر منها هذا النص. يا رب اهدينا، قولوا أمين. بيذكروا بعد كده إن بختنصر أخذ دانيال وسجنه وظل مسجونا معه حتى مات. فلما مات دانيال عليه السلام أخذوه معهم إلى بلاد الفرس، فظل جسده سليما قويما ما أصابه شيء، فكانوا يتعجبون منه. كلما رأوه ظنوا كأنه مات الآن،
يقول أبو العالية، وده عالم من علماء المسلمين، أبو عالية الرياحي رحمه الله، بيقول لما فتحنا تستر دي مدينة في بلاد الفرس، وكان أميرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أميرنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان فتحا عظيما فوق الوصف، فدخلنا بيت الهرمزان وقد جيء بالهرمزان أسيرا، فوجدنا في بيت الهرمزان رجلا ميتا مغطى وعليه مصحف وفي يده خاتم، فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره، وأرسل إليه المصحف وقص عليه خبره، وكان مما قال له إن أهل تستر كانوا إذا أجدبوا وأرادوا المطر أخذوا هذا الرجل وجعلوه بين أيديهم فلا يلبثون حتى ينزل المطر، وكانوا يتحدثون أن هذا هو دانيال النبي. فأول ما وصل الكتاب المصحف إلى عمر بن الإمام ابن كثير بيقول القصة دي إسنادها ثابت، ووصل المصحف يعني الكتاب يعني إلى عمر بن الخطاب أرسل إلى كعب الأحبار لينسخه بالعربية. رجل اسمه كعب الأحبار أسلم في عهد عمر بن الخطاب، وكان حبر من أحبار بني إسرائيل، ورجل مشهود له بالعلم والفضل والصلاح ما شاء الله. فأرسل إليه عمر بن الخطاب فنسخ الكتاب يعني ترجم الكتاب وكتبه بالعربية، يقول أبو العالية فأنا أول رجل من العرب أقرأه. قالوا له ماذا وجدت في الكتاب؟ قال يتحدث عن سيركم وعن ملوككم ويصف بلادكم كأنه يراها، يعني فيها أخبار ثابتة وقصص وحكايات تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من أمره تماما. فأرسل إليهم عمر بن الخطاب، اسمع بقى يا أخي حماية جناب التوحيد، فأرسل إليهم عمر بن الخطاب احفروا 13 قبرا، حفروا 13 قبرا مفرقين، ثم قال في ليلة ادفنوه في قبر ادفنوا كل المقابر، اردموا كل المقابر حتى يعميه على الناس فلا يعرفون أين هو، وهذا حفاظا على جناب التوحيد. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اللي هو كان أمير الجيش رأوا في يده خاتما مسكوا كده وعليه صورة أسدين بينهما رجل يلحسان، فقال له أي خاتم من هذا؟ الناس قالوا له أي خاتم من هذا؟ قال كان في يد هذا الرجل أخذته قبل أن يدفن، حدثني أبي أبو موسى الأشعري أنه سأل علماء القرية فقصوا عليه القصة، إن بختنصر
لما ألقاه للأسدين وحفظه الله عز وجل أراد ألا ينسى هذه النعمة، فجعل الخاتم يذكره يا رب اهدينا صلوا على النبي. من الأشياء الجميلة أوي يا شباب إن في سفر دانيال اللي موجود الآن عند بني إسرائيل باللفظ كده، لا بالمعنى لأنها كده هغلط في حاجة، إن ذكر هذا النبي الذي يكون في آخر الزمان قال وإني أرفعه إلي من سماء إلى سماء حتى أسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده سالما. يقول العلماء وهذه حادثة الإسراء والمعراج. لذلك سفر دانيال هذا العلماء يقولون ممتلئ بالأدلة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة دي هي شباب أردت أن أعلمكم منها أشياء، أتعلم منها لطف الله عز وجل. الله لطيف بعباده. إن رجل فعلا يلقى لأسدين فلا يضران وارد. نتعلم من القصة ده هي ناس إن والله دين نبينا محمد حق. والله العظيم يا ناس النبي محمد حبيب النبي عيسى عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم حيا وميتا. وعيسى ابن مريم زي ما هنقول في المرة القادمة يأتي في آخر الزمان حكما يحكم بين الناس بكتاب الله عز وجل القرآن وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتعلم يا ناس من القصة دهي ضلال الذين يعبدون القبور. الناس اللي بتروح تتمسح على قبر البدوي وعلى قبر فلان وفلان وفلان، الناس اللي حياتها في التعلق بالمخلوقين، والله يا ناس هذا ليس بإسلام، إنما هو كفر بالله عز وجل. ربنا يهدينا ويهديكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من فضله. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة